الحقيقة لا صوت يعلو فوق صوت غزة وما يحدث في غزة، وطبعا المطالبات والسعي طول الوقت الحقيقة بأنه يكون وخاصة من الجانب المصري لوقف إطلاق النار. وده بدأ الحقيقة من أول يوم، يعني من أول يعني مع هذا الاجتياح في غزة، ومصر بتحاول ومن أول الدول اللي تحركت بشكل سريع جدا في محاولات الوساطة لوقف إطلاق النار. ولكن النهاردة بنشوف تصريحات منسوبة لمصدر رفيع المستوى بيؤكد أن الموقف الإسرائيلي غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق أيضا سراح الرهائن. زي ما أنتم عارفين يعني المصطلح بأنه الموقف غير مؤهل معناها أنه يعني المفاوضات مش ماشية على الشكل المطلوب. احنا عارفين أن مصر طول الوقت بذلت مجهود كبير جدا، وفود بتيجي إلى مصر، ومصر بتبقى موجودة في دور الوساطة ومن الدبلوماسية والعقلية المصرية حتى نصل إلى حل، خاصة أن يكون في هدنة ويكون في أيضا إطلاق للرهائن. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل مع دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، ونرى من خلاله كيف يرى هذا التصريح من مصدر رفيع المستوى كما نقول بأن الموقف يعني غير الإسرائيلي غير مؤهل للوصول إلى تسوية نقدر نحصل فيها على هدنة أو وقف إطلاق النار أو حتى إطلاق سراح الرهائن. خليني أعرف مزيد من التفاصيل دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. اهلا يا دكتور. يعني 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 كيف ترى يعني هذا يعني هذا الموقف، يعني مصدر رفيع المستوى ان يذكر بان الموقف غير مؤهل من الجانب الاسرائيلي انه يكون في تسويه او يكون في مفاوضات؟ يعني خليني اشير لحضرتك انه بالتاكيد انه الموقف على الجانب الاسرائيلي في هذا التوقيت يحتاج الى مراجعه ويحتاج الى تقييم، لأن الجانب الإسرائيلي غير جاد قولا واحدا في التعامل مع مسار التهدئة والوصول إلى حالة هدنة. هناك استراتيجية شراء الوقت التي اتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي ومحاولة تصدير الأزمة إلى دول الجوار وإلى مصر تحديدا. أنت تعلمي أن مصر حددت شروطها وخطوطها الحمراء في التعامل مع موضوع المعبر والممر، ممر صلاح الدين، والأمور واضحة في هذا، لا تحتمل أنصاف حلول أو أشباه خيارات. لكن الجانب الإسرائيلي ممعن ومستمر حضرتك في العملية العسكرية في شرق رفح، ويكرر أكاذيب ومزاعم عديدة على الرأي العام والجمهور الإسرائيلي. بطبيعة الحال في رسائل للجمهور الإسرائيلي الداخلي، وفي جزء مرتبط بمكونات الائتلاف الحاكم في إسرائيل واستمرار العمل العسكري ومحاولة طبعا الإفراج عن المحتجزين وغيره. لكن الآن لا يمكن أن تبدأ المفاوضات والعمل العسكري مستمر بصورة أو بأخرى، يعني لا يمكن تقبل ما يجري بالنسبة لهذه الاستراتيجية. وأنا تقديري أنه هذا الموقف بطبيعة الحال بيحتاج إلى مراجعة. مصر بذلت ولا تزال تبذل جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر كوسيط مهم، ولا يوجد وسيط آخر. يعني قولا واحدا هناك أطراف أخرى ربما تكون لها دور، لكن الوساطة والخبرة وتراكم العمل الاحترافي في مجال المفاوضات وتقريب وجهات النظر استمر طبعا بصورة كبيرة، وبالتالي تهديد مصر بوقف دور الوساطة والإشارة إلى هذا أمر مهم للغاية لكي تراجع الأطراف الأخرى، لأن إسرائيل طماطم ولها حساباتها ولها تقديراتها، والعمل العسكري غير مقبول ولن نقبل به، ولن تفرض خيارات على مصر من جانب واحد، ولن نقبل بالترتيبات الأمنية والاستراتيجية. وهي رسالة أيضا حضرتك للجانب الأمريكي، بمعنى لأن الجانب الأمريكي أيضا مسؤول مسؤولية كاملة عما يجري، وهو شريك وشريك متواطئ ومتباطئ مع الجانب الإسرائيلي، لأنه بطبيعة الحال هم كانوا موجودين في المفاوضات طوال الفترة الماضية من باريس 2 ثم الدوحة ثم القاهرة. والجانب الامريكي عليه ان يقوم بدوره في هذا التوقيت كطرف اذا اراد ان يمارس دور وسيط ليس شريك فيما يجري من اجراءات. انا في تقديري ان الدوله المصريه بتقوم بدورها في هذا التوقيت مسؤوليه كبيره تجاه القضيه الفلسطينيه كابتن عالمي، ومصر بمفردها تتحرك في الاقليم. يعني خليني اقول دي نقطه مهمه للغايه، تحرك مصر تحرك مسؤول، تحرك مهم لمنع تصفيه القضيه الفلسطينيه. لكن اذا عدتم عدنا بمعنى الرساله لاسرائيل،
في جزء منها أننا لن نقبل بالترتيبات الأمنية أو الإجراءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في هذا التوقيت. الأفكار طبعا فيها قدر كبير من العبث، يعني الحديث عن يعني موضوع المعبر، الحديث عن وجود شركة أمريكية يمكن أن تدير وغيره، في اتفاقية معابر حضرتك، ولماذا طبعا واتفاقية معابر ومكتوبة وموجودة موجودة في الاتفاق يقوم بدور حضرتك يا استاذ شفقي، يعني يستطيعوا ان يقوموا بهذا الدور، لكن الاوروبيين ايضا عليهم دور، بمعنى انه الاوروبيين والجانب الامريكي اذا ارادوا ان يكون لهم دور ايجابي وليس دور تعقيبي. القاهرة بتبذل مجهودات كبيرة، لكن الصبر الاستراتيجي اللي تبعته مصر طوال الاشهر الاخيرة لن يستمر طويلا. هذه رسالة مهمة، وبطبيعة مصر حريصة على عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، لكن الرسالة أن مصر لديها قدرات رادعة وقدرات استباقية للتعامل مع أي تهديد يهدد أمننا، وبطبيعة الحال نحن حريصين على ما تبقى من القضية الفلسطينية، لأنه بدون وجود مصر طوال الأشهر الأخيرة أستاذ شفقي كان تم تحقيق القضية الفلسطينية. البعد الديموغرافي حاضر، مصر تحفظت على موضوع الرصيف البحري، مصر تريد أن تبقي على البعد الديموغرافي في قطاع غزة، وإلا سيكون هناك مخططات شيطانية، لأن مصر اللي وقفت قدام مخطط ترانسفير، ولولا هذا كان بالفعل تم ترحيل آلاف الفلسطينيين اليوم. خلينا دكتور طارق، زي ما حضرتك ذكرت، ولأن مصر منتبهة طول الوقت وعندها من الخبرة والحنكة مش بس في التعامل مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولكن دبلوماسية مصر وخبرتها الطويلة السياسية وقادت الحقيقة مفاوضات كثيرة جدا في هذه القضايا الفلسطينية، وحتى في منذ بداية هذا الاجتياح، يعني ربما تكون الهدنات السابقة اللي كانت في البداية مصر كانت حقيقة طرف فيها وبذلت مجهود كبير، ولكن يبدو بأن الهستيريا الإسرائيلية يعني عندها مخططات أخرى، فشايفة أنه مش عاجبها الموقف المصري، وشايفة أنها مش قادرة توصل لحل، وعلشان كده فكرة بأنه الجانب الإسرائيلي غير مؤهل للتسوية معناها أنه في معاندة، يعني في معاندة وفي عدم اهتمام بأنه القضية تتحل، أو أن يبقى في هدنة، أو أن يبقى في صفقة، أو أن يبقى في تسوية. وبالطبيعة زي حضرتك لخصت الموقف كله، لكن إسرائيل دولة مأزومة في حالة من التأزم وحالة من الفوضى داخل إسرائيل. صحيح. حالة فوضى مرتبطة طبعا بمحاولة تصدير الأزمة إلى دول الجوار وعلى رأسها مصر. وبالتالي بالفعل هي غير مهيئة الآن، لا حكومة ولا دولة، أنت أمام دولة بتعاني من حالة خلل بنيوي كامل، سواء كان على مستوى القرار العسكري أو مستوى القرار السياسي. يعني حينما يطالب مجلس الحرب اليوم حكومة نتنياهو بالعودة للمفاوضات، كيف ستعود المفاوضات حضرتك والعمل العسكري ماضي في طريقه؟ كيف يقنع نتنياهو أسر وعائلات المحتجزين سيتم الإفراج عنهم وهو يقوم بهذا؟ وهو يقوم باجتياح ودرب رفح، يعني الحقيقة هستيريا. القصد والمزاعم والأكاذيب يعني يروجها الخطاب السياسي الرسمي، يعني صورة كبيرة فيه كمان مزاعم وأكاذيب عديدة تجاه مصر خلال الساعات الأخيرة أيضا، في ظل اعلام فوضوي، الاعلام الاسرائيلي اعلام فوضوي. صحيح. لا توجد توثيق ولا تستطيع ان تقف امام اخبار ومواقع مضلله، وبالتالي انا اعتقد انه مراجعه الموقف تجاه التعامل مع هذا الكيان المأزوم مهم جدا في هذا التوقيت. صحيح. لكي نعود المفاوضات بعد ذلك برؤيه ربما اكثر مقربه، لانه في النهايه الجميع سيعود الى مصر استاذ شفقي، لا يوجد وقت سوى مصر. أكيد أنا هاخد من كلام حضرتك هذا الكيان المأزوم اللي بنتعامل معاه الآن، حالة من الهستيريا، حالة من التطرف، وهي إحنا أمام حكومة متطرفة، نحن نعلم منذ بداية ومنذ مجيء هذه الحكومة، نعرف جيدا يعني أن هذه الحكومة كانت ستتصرف بهذه الطرق التي نراها، لا فكر، لا دبلوماسية، إعلام فوضوي، حقيقة كيان مأزوم كما ذكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أشكرك شكرا جزيلا.